يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حر رطب على السواحل الشمالية نهارا، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ليلا، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا محليا وعالميا.